بالإسلامية ولا بالمسيحية ولا بأي دينات سماوية. ثواني تفصلنا طبعا عن من مدينة الملك حسين الرياضية بالأردن. صار وقت تاني مواجهات ديزرت فورس 25 ومباشرة على ام بي سي اكشن. ثلاث جولات من الفنون القتالية المختلطة على وزن 93 كيلو. At the blue corner, he's 25, standing at 1.87 meters, originally practicing MMA, fighting out of Tunis, Muhammad Oji. At the red corner, he's 29, standing at 1.84 meters, originally practicing Muay Thai, fighting out of Algeria, Muhammad Saeed. Gentlemen, you know the rules. I do expect you to follow them. If you want to touch gloves, do so now. Good luck to you both. ثواني قليلة ويبدأ أول نزال في نهائيات الأكاديمية وزن 93 على الدرع الأكاديمية بين اللاعب محمد سعيد بالشرطة الأصفر والأبيض. محمد عوجي. وين الأصفر؟ محمد سعيد بالأبيض والقفاز الأحمر. أوه مستقيمة. سقاط. حلو بدأ صح. جميل عمار. ضرب ضربة تمويه عشان يحاول يسقط محمد عوجي. محمد عوجي بالشرط الأسود والقفاز الأزرق. نهائي الأكاديمية، من منهما سوف يحصل على درع الأكاديمية؟ محمد أحمد ضيعت. محمد أحمد أحمد من حرارة اللقاء وبداية اللقاء كانت قوية عمار. راح تشوفوا هذه الأسامي في المستقبل القريب تنافس على الدروع هذه الأوزان. لاعبين عوجي وسعيد مستوى عالي، فنيات جميلة، وشفناهم في قبل المواجهة كل واحد محترم خصمه. صحيح. ولكن عمار. الآن دخلوا القفص احترام، ولكن كل واحد يبحث على الدرع اللي جابه أحمد معاه من دبي من أبو ظبي. تمنياتنا التوفيق طبعا للاعبين. عوجي الآن في وضعية سعيد. الدفاع جميل، دفاع عوجي. شوف ممسك إيد محمد سعيد عشان ما يكون في أي فعالية، فشوف الحكم بعد فترة راح يضطر إنه يوقف النزال. هذا تكنيك فعال عمار في رياضة الجوجيتسو. جميل جميل في الجوتسو في الام ما فيها ما في هجوم، وما يحمي نفسه من الضرب. انت تشل حركه ايد الخصم طبعا لما تسيطر على اليد من فوق الكوع عمار، وهذه من الحركات المحببه عند موجوده دائما تلعبها عندك. الان شوف على اللاعب محمد سعيد انه ايده اليسار يدفع وجه محمد عوجي على الارض حتى ويرفع جذعه، والان شوف الحكم ما في اي فعاليه هجوميه سوال يعني راح اللي سواه محمد عوجي. قرار طبعا الحكم لوك طبعا. رجليه قويه محمد عوجي، يعني كومبات سامبو يلعب محمد عوجي عنده رجلين قويات، ولكن محمد سعيد عارف. جميل. ثاني اسقاط الان جراند ان باود، ويذهب مره اخرى محمد سعيد الى جارد محمد عوجي. قول لي يا احمد لو انت مكان محمد سعيد شو تسوي؟ ام ام اي ترى لا تنسى. طبعا عمار السيطره طبعا مثل ما قلت لك السيطره على اليد عمار جدا مهمه، فلما تسيطر على الخصم عندك كثير من حركات الاستسلام فيها، منها طبعا الارم لوك من الكلوز جارد، تروح الى السويب. لا لا وانت مكان محمد سعيد اللاعب اللي فوق شو تسوي عشان تطلع من وضعيه؟ اطلع من الجارد عمار. كيف طبعا تطلع الحين وماسك ايديه وماسك ايديه استخدم ايدك الثانيه عمار، هو مسيطر على يد واحده. شوفها الحين توجيه طبعا لكمات مباشره الى الوجه، تشل من 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 تفكير اللاعب الاخر طبعا، ممكن تخليه انه يفقد طبعا التركيز فيفتح الجار طبعا. اللكمه بالفنون القتاليه المختلطه يعني لها حسبه، لها وزن، مركزه لها. طبعا ما شفنا لكمات مؤثره طبعا من اللاعب محمد عوجي. الان بليك ايضا يعطيهم انذار ان تكون في فعاليه هجوميه من محمد عوجي طبعا اللي هو بالشرط الاسود، ومحمد سعيد بالابيض، والان الحكم للمره الثانيه يوقف النزال. الجزائر ضد تونس. شوف الكتله العضليه، اوه حلوه من محمد. اوه هذه محاوله ثالثه للاسقاط، هل تتم ام بس لا؟ بس بنفس الطريقه احمد، يحاول يضرب يمينيه عشان محمد عوجي يدافع وبعدين هو يذهب الى الاسقاط، يعني يفتح لنفسه طريق عشان الاسقاط. ذكاء عمار، ذكاءك مطلوب في قلت لك ترى اللاعبين ذقال، ها لاعبين يعني وزارة راح نشوفهم الاثنين بمنافسات، يعني ممكن اثنين ينافسوا على درع طبعا اللي هو مع مصطفى راشد. طبعا احنا ما قصدنا اي شيء مصطفى. شوف هذه محاوله جلاتين هل تتم، لكن شوف دفاع محمد سعيد طبعا كتفه اليمين رافع كتفه يرفع راسه الى السماء. نعم. علشان يكون ما يقلل الضغط طبعا، يقلل الضغط على الرقبه، ممنوع يمسك طبعا
لا بالشورت لا بالقفاز من داخل، يجب ان تخرج بفنيه او بقوه. شوف المطلوب من طبعا محمد عوجي انه يحكم السيطره على الرقبه طبعا، ويسكر الكلوز جارد او الهاف جارد طبعا من السايد كنترول. بس حركه خطيره سواها محمد سعيد، لو راح عوجي حطه بالسايد بالجارد كامل كان ممكن هذه غير فعاله وراح تستنزف على مش فعاله. بس تخيل المخاطره اللي خطرها محمد سعيد، يعني يوم شاله ورماه على الارض وحطه محمد عوجي بالجارد كان راح تكون خطره. صحيح الجيلاتين لانه راح يكون في بريشر كثير على الرقبه عمار. طبعا الجيلاتين هي محاوله طبعا الخنق اللي كان محمد عوجي طبعا محمد سعيد، يعني الجوجوتسو شكله يتدرب طبعا، هو جزائري مقيم في فرنسا يتدرب مع فريق ايكون طبعا، فريق ايكون فرنسي من الفرق اللي شفنا منها في طبعا بكثير. عبد العزيز جليدان كان من نفس فريق الفريق ايكون صحيح، ويوجد عندهم لاعبين كثير طبعا من لاعبي الام ام اي. 25 ثانيه احمد الجوله مرت بسرعه، ما راح تخلص في الجوله اللي نفس الطريقه يحاول محمد راح سعيد. توصل للجوله الثالثه عمار. ترى احمد خطر اليوم يعني بالاندر كارد كان فعال، يعني توقعات احمد الكتبي، الجو مسلطن احمد الكتبي اليوم. وتنتهي الجوله الاولى بين محمد سعيد ومحمد عوجي. احمد لمين راحت اول شيء، جرابلينج ولا جرابلينج او سترايكينج؟ سترايكينج. لا جرابلينج كان اكثر، القتال على الارض كان سيطرة اكثر، بس ما كانت فعاله كثير اكثر، يعني كان الوقت مين اكثر. ترى انت ما حضرت الكورس، فاتك الكورس، انا اللي حضرت الكورس يوم كنا في لبنان مع الحكم بليك. اعزائي المشاهدين تقدر تحكم الاول شيء الف، يعني واحد الف واحد باء، سترايكينج او جرابلينج، مين الاكثر بالدقائق مين الاكثر. فاظن بالجوله الاولى كان القتال الارضي اكثر، فممكن نحكم بالقتال الارضي، هذه النقاط الاولى. واظن كان القتال الارضي فعاليته اكثر اللاعب محمد سعيد، وانا فقط هذه وجهه نظري. شوف بعض العادات هذه الجيلاتين، شوف لو اللاعب لو اللاعب عويجي حطه بالجارد من الجيلاتين راح تكون يعني خطره. الان ثواني تفصلنا لنرجع للجوله الثانيه، عويجي مع ايمن بن حسين واللاعب محمد سعيد في نهائي الاكاديميه لوزن 93 اللي كانت في منتجع الفرسان الرياضي في العاصمه ابو ظبي، هذا ذاك المنتجع الجميل اللي طبعا كانت جميع التحديات هي رياضات موجوده في منتجع الفرسان الرياضي. بطوله شهر 9 الماضيه ايضا كانت في منتجع الفرسان الرياضي. الجوله الثانيه محمد سعيد، محمد عويجي، بليك، والجمهور العربي من المحيط على الخليج يشاهد ويتابع، وانا واحمد قاعدين نعلق. جميلة النزاع، الحركة اللي ما شفتها صراحة أنا. محمد سعيد عمار اندفاعه كان جميل. محمد سعيد أنا أوه يخاف حلوة. من رجل محمد عويجي أحمد، واضح إنه يخاف من رجل محمد عويجي، يحاول إنه ما يعني يبعد عن ركلات محمد عويجي. والآن الكلينش على الكيج سعيد. لاعبين لهم ثقلهم عمار في الحلبة صراحة. يعني أحمد، يعني عويجي شفناه قبل كذا بديزر فورس لعب مع عبد العالي ياشو. محمد سعيد في 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 نزالات اخرى لعب مع اسامه الصعيدي، ولكن اسامه تفوق عليه في منظمات مختلفه. يحاول تمويه عمار ومحاوله يعني الذهاب الى محاوله اسقاط، بس لكن عويجي ممكن الحكم يوقف النزال لان هناك في يمكن مياه على البساط. طبعا عمار هذه طبعا من حماسة وقوة اللقاء طبعا صار في عرق في أو ممكن من الماء أحمد اللي يكون بين الجولات اللي صحيح ممكن اللاعبين. ويجي الآن أظن أنه ممكن يعرف أن محمد راح يضرب بيده اليمين ويحاول يكون قريب حتى يستطيع التيك داونز. عمار دائما الجولات الأولى تكون فيها يعني حذر ودراسة للاعب الآخر طبعا من اللاعبين أو حتى من المدربين اللي موجودين على الكورنرير، يدرسون طبعا قوة اللاعب وين نقاط الضعف، فيتم طبعا ارشاد اللاعبين في فترة طبعا الراحة ما بين الجولتين. اكيد احمد، ممكن النقاط هذه يعني ترجح كفة لاعب على الاخر. عويجي لم يستطيع ان يسقط محمد سعيد على الارض، محمد سعيد يبحث دائما على الاسقاط، والحكم بليك منعه انه يمسك اصابعه بالقفص،
يجب أن تعتمد على فقط على فنياتك أو القوة اللي عندك بدون ما مساعدة تثبت نفسك بالقفص. 3 دقائق و7 ثواني تفصلنا هنا من ديزرت فورس 25 على الام بي سي اكشن عن نهاية الجولة الثانية والمباراة الثانية بين محمد عويجي ومحمد سعيد على الدرع وزن 93 كيلوغرام. وزع لك الدرع الأكاديمية طبعا عمار. درع الأكاديمية. طبعا درع الأكاديمية أصغر شوي ها. مشاهدين. نعم. يعني مشكنم على رأيهم. صحيح. نشوف درع. عمار هنا على يسارنا موجود الدرع. أي بعد شوي الجمهور راح يشوفه. أكيد لاعب راح يستلم. صحيح. طبعا الفرق بين درع الأكاديمية ودرع اللوزان في بين طبعا اللاعبين المحترفين في منظمة ديزرت فورس ان اللاعبين الأكاديمية الحاليا نشوفهم في الحلبة هم هذيل دخلوا لفترة شهر عمار في معسكر لفريقين فريق الأحمر وفريق الأزرق ولهم طبعا مدربين اثنين طبعا يعدونهم في فترة وجودهم في الأكاديمية واللي كانت في نادي الفرسان في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات. والفريق الأزرق كان مع مصطفى راشد والأحمر كان مع أسامة الصعيدي. نعم. اللي بعد يعني بعد كم مباراة راح نشوفهم يلعبوا على الدرع وزن 93. مباراة ثأرية قوية. ثأرية أحمد ممكن ترى في يوم من الأيام نشوف يا محمد سعيد محمد عويجي ينافسوا على درع وزن 93. طبعا عمار أحب أوجه تحية طبعا لجمهورنا الكريم خلف الشاشات وبالأخص ابن العم محمد هادف والجميع الشباب طبعا في كل دولة الإمارات اللي قاعدين يشاهدونا. متأكد أنهم قاعدين يشاهدون؟ نعم قاعدين يشاهدون. أنا أهديهم إلى جميع الجمهور العربي ولا من المحيط على الخليج والجمهور الإماراتي وعيال عم أحمد الكريم. أعزائي المشاهدين طبعا كانت في هناك في الأندر كارتس مباراة بين محمد يحيى وبين اللاعب حسين سالم حسن طلال. طبعا الحكم وقف النزال إنه بالضربة القاضية للاعب حسن طلال. جاء حكم البليك وشفنا المتابعة هناك آراء أن تعطي الفوز الصحيح والصريح إلى اللاعب حسن طلال وفي آراء من حكام أنه ممكن ما يكون ذهب في يعني إغماء ثواني ولكن طبعا أعزائي راح تشوفوها أكيد في المستقبل بس أكيد على التواصل الاجتماعي الآن يعني المباراة صارت يعني ممكن المعلومات وصلت ولكن أهم شيء اللي حب ان انبه ان الحكم بليك حكم عالمي ودولي اشار ان اهم شيء سلامة اللاعب قبل الفوز بالنزال ممكن تكون مباراة ثانية وثالثة ورابعة بين كل لاعب ولكن المهم سلامة اللاعب وان شاء الله ما اكون حركت عليكم النزال اعزائي المشاهدين ولكن هذا تنويه حبيت انوها ورسالة من الحكم بليك الى الجمهور العربي. 21 ثانية احمد تفصلنا طبعا عن نهاية الجولة الثانية هذا النزال الجو صابت عويجي قوية يعني عويجي صابها بمحمد سعيد ومحمد سعيد يعني أثرت فيه ويا عويجي يسقط محمد سعيد شوف هذه الثواني الأخيرة عويجي هذه يعني اللكمة القوية إلى وجه الثواني يعني هذه أظن تنتهي الجولة الثانية محمد عويجي اللكمة قوية وتيك داون شو رأيك عطتنا محمد عويجي النزال أنت قلت الثالثة أنا قلت لك وصلت للثالثة راح توصل هاي وصلت أكيد وصلت فأحمد الكتبي زين أحمد هي راح تنتهي بالقرار الحكام ولا بأحد قرار الحكام قرار الحكام ونشوف أحمد الكتبي توقعاته تصدق مع هذه الأجواء الجميلة الباردة في العاصمة عمان أوه يمينية ثقيلة يا عويجي هذا أيمن بن حسين طبعاً تعليمات لعويجي أسباب توجيهنا طبعا التحايا والسلامات إلى المشاهدين طبعا لاهتمام الفئات العمرية يعني المجتمع ككل في هذا النوع من الرياضات الآن تزرفون تشاهد من الأطفال والرجال وكبار السن والنساء أنا متأكد أن جميع العالم قاعد يتابع أولادي وأولادك قاعدين يتابعون وجه تحية إلى أولادك فيصل وفيصل وماريا ولا أولاد أحمد طبعا سهيل وشمة وشمسة وإلى جميع الأطفال العرب من المحيط إلى الخليج وإن شاء الله يعذرنا الجمهور هنا يعني هناك أطفال دائما يحبون وجههم يعني نذكر أساميهم لأن هذا ممكن يعني هذه متابعتهم تثري هذا والآن الجولة الثالثة ديزرت فورس 25 درع الأكاديمية الجميع الآن في ترقب من سوف يحمل درع الأكاديمية
لوزن 93 كيلو جرام. هنا محمد سعيد يبحث دائما عن ما هو يبحث عنه. طبعا جولة ثالثة وأخيرة للاعبين، هل تنتهي أحمد الأكاديمي؟ هذا أي موسم مثل الجمهور نحب نشير؟ هذا الموسم الرابع. الرابع صحيح، متابع جيد أحمد. هذا موسم الرابع للأكاديمية. كل التوفيق طبعا للمنظمة والقائمين عليها وعلى الجهود الجبارة طبعا من شبكة قنوات ام بي سي والمتواجدة في كل بيت عربي، والمتواجدة طبعا في كل بيت عربي. الآن الحكم يعني أظن فيه دماء تنزل من عويجي، الحكم بليك يطلب الأطباء. الآن أعزائي المشاهدين الدكتور ممكن يعطي الإذن بتكملة المباراة وممكن يعطي الإذن بإنهاء النزال، وإذا أنهى النزال يعني ما وافق أن اللاعب يكمل، فهذه الحالة اللاعب يخسر النزال. ومثل ما أشرنا أهم شيء سلامة اللاعبين. النزال أنا فزت اليوم أو أي لاعب فاز اليوم وخسر يعني إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية وطولة العمر، راح يتواجدوا ممكن يلعب مرة ثانية وثالثة، ولكن سلامة اللاعبين هي الأهم في منظمة ديزرت فورس، وهذا ما تصبوه إليه أيضا ام بي سي قنوات ام بي سي أكشن. شوف الآن الحكم حمار. بطولة ديزرت فورس طبعا فيها الكثير من اللاعبين طبعا اللي اعطوها نكهة مثل علي النعيمي من قطر، تحية نادي علي النعيمي. نعم يعني بلياردو يعني هذا اللاعبين المشاغبين، والام ام تحتاج اللاعبين المشاغبين. صحيح جميل، انا افضل اللاعب المشاغب هذا يعني اللي يعطي تصريحات حتى تثير الجمهور. يعني احمد يرجع النزال الان، الحكم يعطي الاشاره والدكتور بالنزال. طبعا اللي صار بين مصطفى راشد واسامه الصعيدي يعني احمد 600 فولور، ومحاوله من محمد سعيد ولكن عويجي يرفض ان ينزل على الارض. كانت فوق ال 1500 متابع و600 يعني فورورد او شير عم يسووها للمشاده اللي صارت بين اسامه وبين مصطفى في 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 التوزيل. نحن ما تمنيناها تصير والله، لا 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 ما نكون صراحه جميله. خليك عن سوالف، راح يكون الرد في هذا النزال بينهم، بس احنا استمتعنا يعني هذه الحركات تثري اللعبه وتعطي نكهه تستازيه تثري وتعطي نكهه الى النزال. في هناك لاعبين جميلين مثل ما اشار احمد، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع اللاعبين العرب. ما زال الان 3 دقائق و15 ثانية، تفصلنا عن معرفه من سوف يحمل الدرع اللي على يساري، هل هو محمد عويجي من تونس الخضره ام محمد سعيد من الجزائر بلد المليون شهيد. ما زال يعني الاولى اظن ذهبت الى اللاعب محمد سعيد والثانيه ذهبت العويجي. الان الثالثه شاف الحكم ما في اي فعاليه هجوميه، اظن دماء يعني محمد عويجي اللي من لكمه محمد سعيد القويه. عويجي الان يحاول يسقط هذه الاكثر من مره، ولكن دفاعات محمد سعيد جميله، السبرو انه ينزل وزنه على الارض احمد، وهو يستطيع انه يعني يسوي بلوك الى محاوله اسقاط اللاعب محمد عويجي. السبرو اذا كان سريع وقوي ممكن يكون مؤثر عمار، يعني انا في 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 مباراتي الاخيره مع اللاعب البرازيلي في البطوله اللي صارت في الامارات اللي بطوله عجمان، وعمار سمعت عظام اللاعب يعني طقت صراحه، وما كنت اتمنى ان يصير، لكن كان رد فعل سريع عمار. دقيقتين وعشر ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الثالثة والمباراة بين محمد عويجي بالشورت الأسود واللاعب محمد سعيد بالشورت الأبيض. كلينش الآن الاثنين اللاعبين بجنبي، أنا وأحمد الكتبي مقابلنا. الآن محمد سعيد ما زال هو مسيطر بالكلينش، طبعا إذا ما في سترايكينج أو جرابلينج أعزائي المشاهدين نذهب إلى الكنترول ونذهب الى الاجريشن من الكنترول ومن المسيطر. فاظن بالجوله الثالثه الان اللاعب او الحكم يعني يعطي الاشاره انه يرجعوا مره ثانيه لان ما في اي فعاليه هجوميه. دقيقه و30 ثانيه الان عويجي وسعيد. الان عويجي يبحث عن النوك اوت، سعيد تيك داون من بعيد، اخطا سعيد بهذا التيك داون لانه كان ممكن يكون يعني خطر على صحيح. اللاعب اوه حلوه جميله عمار.
جلاتينا محاولة جلاتين، لكن شوف يتخلص منها اللاعب طبعا محمد سعيد. محمد سعيد طبعا جميع متفاعلين، كل الناس متفاعلين مع النزال. واحد كات الان عويجي في وضعيه الهاف جارد واللكمات من ايد محمد سعيد اليسرى والالبو اليمين الى وجه محمد عويجي. عمار صاله ما شاء الله ممتلئه ممتلئه عن بكره ابيها ما شاء الله، والاجواء بارده للجميع. معروف الجمهور الاردني يا عمار، الاردني اللبناني الاماراتي نعم، شفناها بالبحرين، ان شاء الله تذهب الى دول المغرب انتشار العربي. انتشار الفنون القتاليه طبعا في الوطن العربي كلعبه مستقله صارت. نعم نعم عمار 10 ثواني 17 ثانيه تقدر تقول من فايز اليوم دمك فاير. نعم اقدر اقول لك من الفايز، قول صاحب القفاز الاحمر محمد سعيد. هذا ما اشار اليه احمد الكتبي الى الان الى الان ينتهي النزال. من هو الفائز، محمد سعيد او محمد عويجي؟ احمد الكتبي والله انا اقول محمد سعيد. الجوله الاولى والثالثه ذهبت الى اللاعب محمد سعيد. عدد اللكمات والاسقاطات كانت جميل، الدفاع عمار كان من عويجي، لكن اصرار طبعا اللاعب محمد سعيد على انهاء المباراه والسيطره على الخصم كانت واضحه طبعا من الجولات الثلاث. نتوقع طبعا بعد لحظات اعلان النتائج. طبعا مباراة كانت قوية، فيها دفاع قوي من اللاعب محمد عويجي، نتحمل طبعا هجوم اللاعب محمد سعيد. بعد ثلاث جولات من حماس الجمهور فاز بإجماع الحكام من الجزائر محمد سعيد. مبروك درع الأكاديمية يا محمد.